مرحبا بكم من جديد في شوفي ما في. في الأسبوعين الماضيين تابعنا فراس وأيمي في رحلتهما إلى جزيرة صير بنياس في أبوظبي. في حلقة هذا الأسبوع سيواصلان مغامرتهما بتجربة ركوب دراجة واعتلاء صهوة جواد بمحاذاة الشاطئ. أهلا وسهلا فيكم بلوين ما يود الريح. لح تسافروا معنا أرضا وبحرا وجوا لنكتشف أجمل المغامرات ولحتى نشوف أحلى المأكولات الصحية وأحلى الحفلات. شدوا لحالكم منيح لأنه العد العكسي بلش. وعينا الساعة 5 الصبح بدنا نروح من الأوتيل على البحر لحتى نشوف الأحصنة. وصراحة مش بس نشوفهم وبدنا نركب على الحصان وبدنا ننبسط بالأجواء الحلوة عند الصبح، لأنه الصبح بيكون الطقس كتير جدا حلو حد المي، هواء رائع وما بيكون في حدا على البحر. Good morning. نحن لو فايتين على الأوتيل شفت حصانين بآخر المطرح مع نوقف، فكتير تحمست فزيت من السيارة وركبت على حصان وصرت طلع حصان عربي، والأحصنة العربية مثل ما نعرف من أهم الأحصنة بالعالم ومن أول أحصنة بالعالم، فدغري ركبت على حصان وبلشت دلع وغنجه وحبه لأنه في علاقة بينك وبين الحصان، إذا ما حبك الحصان وإذا ما حبيته للحصان وفرجيته أنه أنت بتحس بسلام مع الحصان ما حتنبسط. Hi, good morning. Good morning. I'm Amy. I'm well. Nice to meet you. Welcome to Aliyam Beach. Thank you. So I hear we're going to do some horse riding today. Absolutely. This is Karam. He's an Arabian horse. I think he's 12 to 13 years old. وائل هو المدير المنطقة، بنفس الوقت بيعلم ركوب خيل وعنده كتير خبرة بالخيل وطريقة تربية الخيل وتصرف وكيف حتى يعلم الزوار على أنهم يركبوا خيل. سو خبرني شوي عن طريقة الاهتمام بالأحصنة من نوعية الكبائك، يعني قد فينا نكون عم نهتم ماكسيموم بالأحصنة ونراعي لهم جوهم وحياتهم ضمن السنة. أول شيء عندنا الاستابلات تبعيتنا مجهزة بكل الوسائل الراحة تبع الأحصنة، يعني من اير كونديشن لأوبريشن روم لميديكال روم لكوارنتين إذا كان في عندنا أحصنة مريضة لحتى ما كلهم يمرضوا. انا مجرب بس مش حصان عربي، لانه اللي اكتشفته بالحصان هون كتير بروفيشنال، الحصان بيسمع اذا بتقول له ستوب بيوقف وكيف ما بتديره 100%، يعني كانك عم بتسوق سياره يمين يمين شمال شمال ستوب ستوب، يعني في قبل ما اجي لهون على هيدي الحظيره لاركب الحصان كانت بلبنان كنت اطلع على الحصان يعذبني شوي ما يسمعني ما يفهم علي مزبوط بدي اياه يمشي مثلا ما يمشي. هون الأحصنة كتير سريعة، it's like a press button، يعني كأنك عم تفقس زر وكل كان ودغري كان عم يستجيب لي الحصان. بدي أسألك كرياضة هورس رايدنج، برأيك ركوب الخيل قديش رياضة؟ يعني بالنهار نحن إذا بدنا نفوت كتير ديتيلز كحرق كالوريز وك، يعني أنا إذا بتقول تعمل ساعة هورس رايدنج بتحرق حوالي 350 كالوري ساعة. اوكي، قد ايه عندك ابيليتي انك تعمل بنهار كم ساعة كمتمرن؟ كمتمرن فيك تعمل ساعتين فيك تعمل ثلاث ساعات، يعني لما ننزل بسباقات القدرة بنعمل سبع ساعات وثمان ساعات. سبع ساعات وثمان ساعات، يعني عم نحرق بحدود 2000 كالوري بالنهار. 1500 1600 كالوري. واو. طيب خلينا نحكي شوي عن الاكتيفيتيز هون على سير بنياس ايلاند كهورس رايدنج اكتيفيتيز. هورس رايدنج اكتيفيتيز عندنا اول شيء البيجنرز اللي هن يلي بعدهم ولا مره مش راكبين خيل. إيه. في عندنا كمان روت خاصه لانه بنطلعهم لها مع جايدد جروم. بعدين في الانترميديت ناخذهم على البوش تريل بمرقهم شوي بطلعات، يعني بيقدروا يعملوا شويه تروت. إيه. بعدين في الادفانس اللي هي بقلب المحميه، يعني بتكون على اوقات متر واحد من تشيتاز مقابل الجيرافس والغزلان. لا أبداً أبداً أبداً، بالعكس تعودوا الأحصنة تعودوا، يعني الحيوانات البقيين معنا حوالي 4-5 أشهر لناخذهم كل يوم على المحمية تعودوا ليتعودوا على الحيوانات. على الأحصنة إن جنرال بتخاف، بس عندنا تقريباً كل الأحصنة تعودوا على المحمية وصاروا بفوتوا قدام الحيوانات ما في مشكلة معهم. وأكسبرت؟ أكسبرت بقلب المحمية في عندنا تراك أوف حوالي 40 كيلو،
ايه يلي بده يلي بحب يطلع يعني ويل تيك هيم. وبلشنا انا ووائل نركب على الاحصنه وبلشنا نركض بسرعه على الاحصنه. صرنا نمشي بسرعه عاليه تقريبا 40 50 كيلومتر بالساعه. كتير كتير تسليت وكتير كنت محمس. وصلت لمرحله بطل فيها هدي الحصان لانه الاحصنه لما تركض مع بعضها بصير محمسه هي كمان بدها تركض وتسابق. سو كتير تسلينا. بعدين رجعنا نزلنا بالمي على البحر. هونيك كان الشعور الحلو الرائع اللي ما في اتخيل كيف اوصف هالشعور صراحه. بشو بدك تنصح زوار سير بنياس ايلاند بخصوص الاكتيفيتيز تبع الهورس رايدنج؟ اكيد ركوب الخيل على الشط من اروع ما يكون للكابلز اكيد. بعدين رح تكون خبره انه يطلع اي سايح جاي على البلد يركب على خيل عربي، يعني قليل ما يكون عندهم اكسبيرينس يطلعوا على خيل عربي. بعدين طبيعه جزيره سير بنياس يعني فيها جبال فيها وديان فيها بحر فيها صحراء، فيك تشوف جميع انواع التيرين هون. اي ثينك انا يعني بتمنى انه يجربوها لانه من احلى الاكتيفيتيز اللي عندنا اياها. وانا كمان مشاهدينا بنصحكم تيجوا تجربوا هالتجربه الحلوه هون على البحر، لانه صدقوني مثل هالصبح على هالحصان بهالطقس الحلو حد البحر من اجمل الشعور ما ممكن يكون بالحياه. شكرا لك وشكرا على نصايحك. اهلا وسهلا. ركوب الخيل هو رياضة عقلية وبدنية كبيرة الفائدة. يمكن تتفاجئوا من هالمعلومة. ركوب الخيل بيساعدكم على حرق 650 سعرة حرارية بكل ساعة. وقت ركوب الخيل الأدرينالين بيشتغل مزبوط والقلب بينبض صح والهضم بالجسم بيشتغل بأروع حالاته وبيساعد على حرق الدهون الخارجية والداخلية. وكمان بيساعد ركوب الخيل على تشكيل وتقوية عضلات الجسم وبيقوي توازن الجسم. إذا كنتوا جداد على ركوب الخيل اتأكدوا أنكم عم تتبعوا الطريقة المضبوطة وأنكم عم تتمرنوا بشكل متداول. أنا عادة أنا وكنت بلبنان قبل ما أجي على دبي كنت أركب أحصنة بمنطقة فيها حظيرة ما كان في حد بحر وما كنت روح بكير. كنا نروح عادي يعني عشي الساعة 5-6 بالليل تقريبا وكنا نتسلى شوي وفل على البيت. بينما هون الوعي بكير على الجزيرة، هواء بارد الصبح، نسمة حلوة، بحر رايق، رمل كتير حلو ونظيف. صراحة من أجمل الشعور بالعالم إنه الواحد يركب حصان على شط البحر، وخاصة لما يكون الحصان محمس ومرتب ومدرب وفي يعني 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 بيكونوا كتيم واحد على الشط. وغير هيك لما الحصان ينزل هو بالمي كمان هو بينبسط وانت بتنبسط وشعور متكامل كليا. سو مثل ما انتم شايفين حاليا انا وايمي عم نلعب بالدرجات الهوائيه بوادي الملح، منطقه كثير رائعه، طقس كثير حلو وشمس رائعه جدا. اوه ماي جاد فراس. في نشاطين لركوب البايسيكل على جزيرة سير بنياس. أولا للمبتدئين أو غير المحترفين ومسافة الركبة هي 8 كيلومتر، أما للمحترفين فالمسافة 18 كيلومتر. ركوب الدراجة الهوائية تجربة كتير فيها حماس ونشاط مميز لازم ما تفوتوه على الجزيرة. Based itself on fitness, so we're looking at a medium range of fitness to advanced range of fitness so we can get out and do a good cycle. ما في قياس محدد لحرق السعرات لما نركب البايسيكل لانه الظروف تتفاوت حسب سرعه المسير او حسب طبيعه السطح، لكن كمتوسط شخص وزنه 65 كيلوغرام يمكن يحرق 500 سعره حراريه خلال ساعه من ركوب الدراجه على سطح غير املس مثل المسار اللي على الجزيره مثلا. كمان حرق السعرات الحرارية تتفاوت حسب وزن الشخص. من أبرز فوائد ركوب البايسيكل الجبلي للجسم هو تنشيط وتقوية الأوعية الدموية، والسبب أنه هاي الرياضة بتساعد القلب يدق بانتظام، بيحسن من أداء عضلة القلب وبيحمي من المشاكل والأمراض اللي ممكن تصيب القلب. كمان بتشد وبتشكل عضلات الجسم كاملة. إذا أنتم بتركبوا الدراجات الجبلية بشكل مستمر فهي بتقوم على تحديد عضلات الساكاين الفخذ والمؤخرة
وبتحمي من مشاكل مستقبلية ممكن تصير بمفاصل الورك أو الركبة. بعدين هيك إحنا بنحرق وجهنا شوي شوي. بون أبيتي. بون أبيتي. إن شاء الله يكون عجبك الأكل. لا لا.